رغم التنديد الدولي والمحلي، أقدمت ولاية تكساس الأمريكية على تطبيق قرار الإعدام بحق المواطن المكسيكي إدغار أرياس تامايو الذي أدين بقتل ضابط شرطة في سيارته بعدما اعتقل لتورطه في سرقة بإحدى حانات تكساس في العام 94 من القرن الماضي. عائلة الشرطي نددت بطلبات المناشدة والعفو. نحن هنا لتذكير الجميع بالضحية الحقيقية في هذه الجريمة ولإخبار المواطنين بأن كيري لا يملك الحق في تبني محاولته الرامية إلى وضع قيود على المحكمة العليا وجعل مفاتيحها في صالح المجتمع الدولي، قال شقيق الشرطي. وبالكثير من الصدمة والدموع تلقت عائلة إدغار أرياس تامايو في المكسيك نبأ الإعدام، واعتبرت السلطات المكسيكية والعائلة أن إدغار لم يمنح فرصة للخدمات الدبلوماسية المناسبة.